النهارده عندي شرايح اللحمه بالبرغل والحمص. مقادير عندي لحم شرايح وبصل وزيت زيتون ومكعب مكعب مرق، وعندي كمون، بودرة حبهان، بهارات مشكلة، برغل مغسول ومتصفي، حمص مسلوق، هريسة، بصل وتوم وكرفس. كل الكلام ده جميل. عندي حتة ريب اي. ريب اي ايه هو الريب اي؟ من احسن انواع حتة اللحمة اللي موجودة في الدبيحة. بصوا حتة اللحمة عاملة ازاي، ملبسة. هنشوف هنعمل ايه بقى في اللحمة بتاعتنا الجميلة دي. دي بتاخد ايه، حبة ملح، حبة فلفل كده اهي، مش عايز اعك كتير، مش عايز اعك ياما اهي. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحط زيت الزيتون اللي اتفقنا عليه اهو اهو. بعد كده نحط البصل بتاعنا اهو، وادي التوم. هنا شوية عصير طماطم، اسقسق كده على اللحمة بتاعتي. عندناها ملح وفلفل بس. على الوجه الاخر طيب نقلب. نيجي هنا بقى برضو، هي مش محتاجة زيت لان فيها مادة دهنية حلوة. دي اخر حتة بتاعت الانتركوت اللي هو بيت الكلاوي اللي جنب بيتنا. مش مستحمله الهواء، بتتفكك من نفس من بعضيها اهي. شوف حته لحمه مش مستحمله ازاي اعمل مخرج كده. كده البصلايه بنموتها. الله 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 الله. ده كرفس. اهي شايفين الجمال والحلاوة، بتتفتت بتتفتت عاملة زي البغاشة. ادي الحمص. يا صلاة النبي 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 يا صلاة النبي. ادي حبة البرغل. ادي حبة الهريسة. بهارات. حبة ملح. حبة فلفل. الله يا بلادنا الله. ريحة طالعة بتشوق كده اهي، اشمعها كده وبعدين اخش بيها الفرن. بصوا والله ما صلى على النبي، حبة حمص بس انا هواية ده شوية ما سخنة عشان البرغل بتاعي بيبقى حلو قوي مش كتير، يفوق البرغل وخليه مفلفل.
نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.